موضوع اذون الخزانه ده قرض ست شهور طبعا فيه على سنه. بالمناسبه اذون الخزانه ده اما قرض يجي على ست شهور او سنه قصير الاجل يعني، فده تدمير الاقتصاد. بتلجا ليه؟ عشان الديون. ما انت اندينت وعايز النهارده كل الناتج القومي المصري، كل الناتج المحلي بتحطه النهارده في الديون. سؤال بقى، احنا كمصريين خدنا ايه من القروض دي؟ انت جبت النهارده وصلت سعادتك القروض 167 مليار دولار. قول لي ماذا عاد على المصريين او حياتهم او تحسين اوضاعهم الاقتصاديه او تنزيل الاسعار؟ مفيش، على العكس الاسعار بتولع، السلع بتولع. يبقى حاجه غريبه ان هذا النظام خد اكبر نسبه قروض في التاريخ، في تاريخ مصر ما قبل الميلاد وبعد الميلاد، ورغم كده مزيد من افقار المصريين، مزيد من الحضيض، مزيد من التدهور والافلاس. مش ممكن طبعا. مش هتكلم عن المساعدات اللي جت من تحت الترابيزه من اشقائنا في الخليج بقى 90 مليار دولار ولازم منه واكثر من ذلك يعني. انا بتكلم على الفلوس اللي هي فوق الترابيزه. طب انت عملت بيها ايه يا عم؟ ما تقنعنيش ان انت بنيت بيها في العاصمه الصحراويه كم شقه ولا قصر ولا طياره. لا يا جماعه، في خلل كبير جدا جدا، والخلل النهارده بينعكس على المواطن، والبنوك الموجوده النهارده بتعاني من ده. احدى المواطنات بتكلمكم دلوقتي عن واحده من الوقائع بتاعتها، وهي راح تسحب فلوس من المكنه، لقيت اصلا المكنه معطله، ورغم كده البنك مش عايز يرجع لها فلوسها. يعني حاجه غريبه، ايداع او سحب، المكنه معطله، ليك فلوس عند البنك مش قادر تاخدها. دي حركه بنكيه على فكره تعمل لك قلق، لان لو جالك اي مستثمر اي سائح، يعني بالنسبه للسياح في اي بلد بيبقى التعامل المادي كل طول ما كان سهل ايسر ليه. شوف هذه الواقعه ونشوف الحركه الماليه ونشوف ما يحدث مع المصريين في هذا الوقت. بتسحب فلوس وكان المفروض ان هو مبلغ يعني، فكانت كل شويه بتكتب الرقم، المكنه بتعد الفلوس بس مفيش اي حاجه بتخرج. قلت هجرب في مبلغ بسيط يعني، كتبت 200 جنيه وقلت هشوف هتطلع فلوس ولا المكنه معلقه ولا يمكن الكارت بتاعها هي اللي يعني فيه مشكله وكده. وانا طلع لي مسج على الموبايل تم خصم المبلغ ده من حسابك يعني، والمكنه ما بتطلعش اي فلوس. انا قلت هعمل شكوى علشان الاي تي ام دي يعني مش كل شويه حد يروح يسحب منها فلوس وتحصل معايا نفس المشكله. فاتصلت فعلا بخدمه العملاء، وبعد ساعات كتير من الانتظار حد رد عليا في الاول. حاجه غريبه قوي يعني، البنت اللي ردت عليا في الاول بتقول لي لا اقفي في حته مش في الشارع عشان تكلميني عشان صوت العربيات، وراحت قفلت في وشي. فراح قال لي هي تلقائي كل الناس اللي حصل معاها كده 48 ساعه الفلوس هتترد لكل الناس يعني اللي ما طلعلهاش فلوس. اتصلت انا حصل معايا كذا كذا وانتوا قلتوا لي لو الفلوس ما رجعتش اتصلي بينا. اتصلت اهو بقول لكم ان الفلوس ما رجعتش وان يعني عدى 48 ساعه. فقال لي احنا هنعمل ريكويست، قمت الريكويست ده ان احنا نقدم شكوى للبنك المركزي ب 250 جنيه. الضحك ان يا الفلوس تترد يا ما تتردش، وخلال قد ايه بقى؟ 23 يوم. يعني كان مستفز قوي، بيقول لي هي ب 250 جنيه دي اكتر من قيمه الفلوس اللي انت عايزه تسترديها، ف يعني خلاص يعني فما كبري يعني، هتدفعي 250 على 200 جنيه ويا ترجع ما ترجعش تبقي خسرتي 450. انا نفسي اشتكي، نفسي اعمل حاجه، بس انا فعلا مش عارفه يعني هقول لك. بتسحب فلوس؟ طيب يعني الناس بتشتكي يا جماعه من التعاملات البنكيه، واحنا دلوقتي بنقول ان هي الدوله المفروض ووزاره الماليه المفروض تشتغل على جذب مستثمرين عشان يجوا عشان يحطوا فلوس عشان ياخدوا اعلى عائد، وقصه كبيره كده. طب هو المستثمر ده لما يجي يبص كده، على فكره بيبقى عندهم لجان وبتنزل تعمل بحث عن السوق اللي هو يحط فيه فلوسه. السوق ده بقى فيه ايه؟ السوق ده له علاقه كبيره جدا بالبنوك اللي هي هتبدا نحط فيها الفلوس. طب انا لو اضطريت هسحب ازاي؟ وسحبي ده امن ومضمون ولا في عنكله في النص كده؟ وتيجي تقول له ده انا سحبت ومعايا ريسيت اهو وسحبت المبالغ دي والمكنه كانت متعطله فما طلعتش الفلوس. لا الله اعلم. طب ما في كاميرا مراقبه على كل مكنه اي تي ام موجوده، وبيبان من خلال الارصده، ولما بتيجي تعمل جرد في نهايه اليوم بتعرف ان فلان ده عمل عمليه سحب لم تتم كاملا، لم يحصل على نقوده فترجعها له. الحاجات الصغيره دي يا جماعه اللي هي تبدو في المشهد بسيطه وصغيره، لكنها مهمه جدا للناس اللي بتدرس السوق المصري عشان تبدا تستثمر فيه. كنا اتكلمنا امبارح عن مشكله كبيره جدا فيما يخص
الكهرباء، وقلنا يا جماعه ان خلاص احنا بيفصلنا دلوقتي 5 ايام عن ان مصر ترجع تعيش في الضلمه تاني، وده بتصريح من الحكومه مش بكلام مني ولا بمحاولات يائسه ان انا عايز اقول لكم احنا هنعيش في الضلمه، لا ده الحكومه اللي قالت خلاص بيفصلنا عن الظلام 6 ايام لان عندنا جدول بقى من سبتمبر وسنعود لتخفيف الاحمال. وكان الغريب والعجيب ان احنا رايحين نساعد دول في افريقيا عشان نوجد عندهم كهرباء ونوفر لهم كهرباء واحنا ما عندناش للشعب بتاعنا وللمواطن بتاعنا. في نفس الوقت الحكومه بتقول ايه بقى؟ قال لك ان الزياده بتاعت الكهرباء الاخيره دي يا جماعه هتوفر 30 مليار جنيه في ميزانيه الدوله خلال السنه الماليه الحاليه 2024 2025. والسؤال بجد، هو انت فعلا اي حاجه عايز توفرها لميزانية الدولة هتوفرها من جيب المواطن؟ الإجابة قولا واحدا لسان حال النظام يقول نعم، أيوة هنوفرها من جيب المواطن. أمال أنتم متخيلين هنوفرها منين؟ فالمواطن يوم إيه يتشطر كده ويسأل ويقول أمال أنتم بتاخدوا قروض من صندوق النقد ليه؟ أمال أنتم بترفعوا الدعم عن كل حاجة ليه؟ يعني أنتم بترفعوا الدعم عن المحروقات وعن الكهرباء وبتاخدوا قروض من صندوق النقد وبتاخدوا قروض من كل الدنيا، وفي الاخر كمان هتقلبني انا كمواطن وتفتشني انا كمواطن وتعلي عليا اسعار فاتوره الكهرباء عشان توفر لميزانيه الدوله ما يقرب من 30 مليار جنيه. الله، طب ما انت سايب واحد تاني عمال ياخد قروض على المكشوف رغم ان ميزانيته اعلى ميزانيه وموجود جوه الحكومه، طب انت ليه ما بتاخدش منه؟ طب انت ليه ما بتروحش تاخد من الضرائب وتسيب الدعم وتسيب المواطن وتسيب الفواتير؟ لا، الكهرباء هتوفر 30 مليار من جيب المواطن لميزانيه الدوله، وهو ده النظام. حد له شوق في حاجه؟ اتفضل يا باشا. انا لا اشوف حاجه. قول يا باشا اللي انت عايزه. بص يا باشا، السلع الاساسيه والخدميه حق للمواطن وليست مجال للاستثمار مع المواطن. ماشي، حلو الكلام ده. السلع الخدميه سعادتك ليست مجال استثماري مع المواطن. انت سعادتك ما بتخليش المواطن مع السلعه دي اداه تستثمر منه. دور الدوله، دور الحكومه، دور النظام توفير السلع الخدميه للمواطن. اما ان تحول المواطن الى خزينه انت تاخد منها، فاي عالم ده؟ ده هو المواطن ده البلد دي كلها بتاعته. ايوه، ثرواتها اللي بتن الارض وفوق الارض بتاعته، دي حقوقه يعني. دي حقوقه. انت ساعتك قاعده الخزنه عشان تدير، ما دي بقى تعريف الدوله. تدير هذه الثروات لصالح المواطن. ليه بقى؟ لتوفير خدماته الاساسيه والترفيهيه ايضا. طيب ما هو ممكن تكون كوبايه الميه اللي قدام حضرتك دي من حقك وبتاعتك ومحطوطه وانت هتشربها، فانا قمت جاي قلت لك لا الكوبايه دي شكلها مش شيك، قمت واخد نفس الميه حاطها لك في الكوبايه اشيك واديتك منديل عشان تنشف كده. بعد كده التاجر معايا، انت مش جوله كده، انت كده تاجر. وقلت لك اديني بقى مقابل الخدمه دي. انت ساعتك تحولت الى تاجر مع المواطن. لا عفوا، حق المواطن في توفير سلع الخدمات الاساسيه من الدوله باسعارها الطبيعيه. لما تقول انا هزود الكهرباء هاخد مليار 30 مليار جنيه، طب خلاص زودها بعد 3 4 شهور وخد كمان 60 مليار جنيه. طب انت هتتبسط لو شلت من قدامك كوبايه المايه خالص ورحت اديتها لواحد تاني هيديني بالدولار وابقى اديك انت كل ما تعطش بدل ما كل يوم كوبايه؟ ما دي كل يومين كوبايه. دي لغه التجار برضه. ايوه، باين عليا قوي كده ان انا تاجر. باين قوي. باين قوي انت تحولت لتاجر، انت ما بتجرش معايا يا فندم. انا كمواطن. التجاره شطاره. انت جاي سعادتك كمسؤول هتقعد سنة اتنين تلاتة أربعة خمسة تقوم بمهامك دي. أديتها على ما يعني أكمل وجه، حول تعظيم سلام مستمر. ما أديتهاش، أنا كمواطن بقوم قايل لك بعد إذنك جنب كده وانتخب غيرك علشان يأدي دي الخدمات اللي هو إيه؟ إدارة ثروات الشعب بما يتناسب لتحقيق الخدمات الأساسية والرئيسية. ماشي، تمام؟ أرجع بقى لحاجة تانية. النهارده حضراتكم في الوقت الذي يحتفل به النظام المصري والحكومة المصرية بأنها استطاعت أن تغتصب وتستولي على 30 مليار جنيه من المواطنين وزودت كهرباء الفواتير على قلبهم، في دول أخرى بتحتفل بأنها دلوقتي وفرت الخدمة للمواطنين بتاعتها دون انقطاع كهرباء. الحكومة المصرية بتعلن الخبر ده
خبر ان احنا هناخد 30 مليار جنيه زياده من الكهرباء في ظل سنه تقدم الخدمه باسوأ ما يكون. مفيش جوده. يعني جوده الكهرباء نفسها لا تقدم. ليه؟ ما انت عامل قطع للكهرباء لك سنه. جاي في وقت انت نفسك لا تقدم الخدمه بشكل جيد تزود الفواتير. مثلا من الامثله اقول لحضراتكم، النهارده بنحتفل بان احنا خدنا 30 مليار جنيه من المواطن. لا، في دول اخرى بتحتفل مثلا زي جنوب افريقيا بانها بقى لها 3 شهور 150 يوم، لا 5 شهور والله. 5 شهور لم ينقطع تار كهرباء. انت متخيل بقى ساعتك؟ بمعنى ايه؟ جنوب افريقيا بتحتفل ان فات 150 يوم لم تنقطع فيهم الكهرباء مطلقا على المواطنين. يبقى ده مصدر التباهي والفخر. مش مصدر الفخر ان انت اغتصبت حقوق مصريين من جيوبهم وغليت الكهرباء وهتاخد منهم 30 مليار جنيه. انت عندك مثلا المانيا. المانيا احتفلت حضرتك الايام دي بمرور 35 سنه بدون انقطاع الكهرباء للحظه واحده. الدول بتتباهى وتتفاخر بانها قدمت الخدمه لشعوبها. ده دبي يا راجل احتفلت بمرور 42 سنه ما عدم انقطاع الكهرباء. صحيح حصل في 2017 واقعه في دبي مول انقطع تار كهرباء لمده وجيزه نغصت عليهم حياتهم. انا بقول لك دوله عربيه، هو الامارات ودوله حليفه، يعني ها دوله حليفه دبي كمدينه 42 سنه بدون انقطاع كهرباء. النهارده 35 سنه في المانيا دون انقطاع كهرباء. جنوب افريقيا النهارده بيقول لك 150 يوم ما فيش سنه كهرباء. اذا الدول تتباهى وتتفاخر بانها بتقدم الخدمه لابنائها ولشعبها، وانت ساعتك تتباهى ان احنا خدنا 30 مليار جنيه من جيب المواطن وزودنا عليه التسعيره وزودنا الفواتير. حاجه يعني انقلاب في فهم اداره الدوله، في فهم المهام للمسؤول الآن في الدوله. انت مش شاغل سعادتك، انت جاي مسؤول تقدم الخدمه للمواطن باسعارها الطبيعيه. طيب انا مهما امتلكت من كلمات اعبر بها عن الملف الاقتصادي او مهما امتلكت من ارقام، في الاخير انا ارصد اتابع اقرا، ولكن عندما يتحدث اهل الخبره واهل الاقتصاد كلنا بنسمع. عجبني كلام رائع جدا للخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى عبد السلام. والاستاذ مصطفى عبد السلام عندما يكتب في الاقتصاد بصراحه انا بحب اقرا له جدا، يعني الراجل بيقول ايه يا جماعه؟ بيقول كلام لا طالما قلناه كثيرا وتحدثنا عنه كثيرا نقلا عن اهل الاقتصاد واهل الخبر. قلنا يا جماعه ان صندوق النقد إذا ظل صندوق النقد يعطي بلدا ما، مش شرط مصر، بلدا ما قروض، فبالتالي سيتم خفض الدعم شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يختفي أي لون أو أي نوع من أنواع الدعم، وإن صندوق النقد ما دخلش إلى بلد إلا وجاء الفقر وراءه. صندوق النقد يعني حزمة من الاشتراطات المريرة والصعبة على مين؟ على المواطن وعلى الشعب. مين اللي بيفرضها؟ النظام والحكومة. تلبية لشروط مين؟ تلبية لشروط صندوق النقد. فبالتالي إذا لم تلتزم الدولة المقترضة من صندوق النقد بشروط الصندوق، الصندوق ما بيديلهاش قروض وبيتوقف وبيتابع وعنده الجنب تشوف أنت ملتزم؟ يعني من الآخر كده بتشد الحزام على المصريين، هنديك فلوس ونديك قروض، واحنا على فكره كصندوق نقد بنعرف ناخد حقنا كويس قوي، ومش هينفع انك تقول او تماطل او تعمل، لانك انت لو ماطلت كل ده محسوب وبفوايد وبخدمه دين وبغرامات تاخير عن السداد. خلوني اقرا مع حضراتكم ما قاله الاستاذ مصطفى عبد السلام وهو يتحدث عن هذا الامر ببلاغه الاقتصادي، وبيقول طالما هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، هذا الاتفاق ينص على خفض الدعم تمهيدا لوقفه تماما، وطالما هناك سفه في الاقتراض الخارجي
فإن قطار زيادات أسعار السلع والخدمات مستمر، وربما تزيد سرعته في أوقات لاحقة مع زيادة أعباء الدين الخارجي. أنا بصراحة شايف كلام الأستاذ مصطفى عبد السلام معبر جدا عن الحالة الاقتصادية اللي احنا بنعيشها في مصر. كلام منطقي. ساعات تسنوه النادي بيقول لك ارفع الدعم عن الكهرباء عن الغاز عن المية، وانت بتسمع كلام. اذا المواطن النهاردة هترفع فواتير الكهرباء والغاز والمية عليه، واللي بيمشي ورا صندوق نادي عم احمد بيحصل ايه؟ بيروح مارينا. بروح العلابين حضرتك. طيب خلونا برضو اقول لكم كده احصاء معلش بسيط خالص يعني والله. الاسبوع ده الاسعار اللي زادت الان في مصر، وانا عايز استغرب جدا، انا ربنا رزقني كده بحد محترم كتر خيره، يعني شركه محترمه بتقدم خدمه الفضائيات العربيه والمصريه ليك على تلفزيونك، فانا اصبح عندي كل القنوات الفضائيه المصريه الموجوده في مصر عندي على التلفزيون. فطبعا بنروح باب الليل عشان حضراتكم نعمل شويه ترفيه، فنشوف بعض المحطات دي. حاجه غريبه، كل المحطات المصريه حطوا على الشاشه الجمهوريه الجديده. ايه ده؟ ايه عنوان الجمهوريه الجديده؟ يعني انا مش فاهم ايه عنوان ده؟ ايه العنوان ده؟ الجمهوريه الجديده؟ طبعا حضراتكم عارفين لو بتشوفوا يعني القنوات دي، يعني ايه جمهوريه جديده؟ ايه معالمها دي؟ مثلا بقول جمهوريه اقصد بقى دوله جديده، دوله في اركانها بقى. جبت اركان ما شاء الله، عندي ثروات جديده، عندي مكونات جديده، عندي ارض جغرافيا جديده، عندي شعب جديد، عندي سلطه جديده. طب انا هقول لك في السلطه الجديده والجمهوريه الجديده في اسبوع واحد، شوف معايا قطار الزيادات بتاع الاسعار. كهرباء المنازل زادت زياده وصلت الى 50% في اسبوع. ايضا بعض الادويه وصل ل 35%. زودوا فواتير الكهرباء للقطاع الصناعي 40%. حطوا رسوم نظافه على فاتوره الكهرباء 50%. طن الاسمنت 20%. حديد عز 1000 جنيه زياده. انا بس عايز اعرف هي ايه معالم يا جماعه؟ ايه معالم الجمهوريه الجديده بس؟ قولوا لي بس عشان ابقى عارف. طب يا عم على راي الناس رجع تاني الجمهوريه الجديده القديمه، يا عم مش عايزين الجديده. رجع تاني سعادتك الاسعار تاني. كيلو اللحمه ب 40 وب 50. رجع الدولار يا عم هتتضرب بسبعه، مش عايزين ابو 50. رجع يا عم تاني يا عم الكيلو مش عارف اللي كان الفراخ اللي كان مش عارف ب 10 و 20. هنا ايه المعالم ده؟ الجمهوريه الجديده. حاجه في منتهى يعني الحقيقه. هقول لك ايه بس؟ كوميدي. شعارات فارغه طنانه ماشي. انما هو ده واقعنا الان في مصر. نظام بيعتبر كون معاه آلة إعلامية وشركة للإعلام اسمها المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للأجهزة، ها؟ هي المسؤولة الآن، حضراتكم مسؤولة كاملة عن احتكار الإعلام كله. خلاص يا عم، قول للناس جمهورية جديدة، قول للناس طرنا روحنا المريخ، قول للناس احنا عايشين أحسن عيشة. هذا الكذب إلى مدى وإلى متى لا ندري. طيب دائما وابدا بحب تعليقات المصريين وبحب كلام المصريين جدا في توصيفهم للواقع اللي احنا بنعيشه وبيبدعوا بصراحه. فاكر انت كل حاجه باتنين ونص؟ وتعالى بص ده ايام الرخص بقى وايام الحاجات الحلوه. وتعالى بص وكان في محلات غالبا بيبقى اسمها شقاوه معرفش ليه، وتلاقيه يقول لك كل حاجه باتنين ونص. كان موضه بقى. انا كان احلى حاجه في العتبه والمسكي وانا ماشي، العربيات كانت في الشوارع دي والناس واتنين ونص وتعالى بص، كان احلى نداء بصراحه. بس كنت برضه بروح ابص. بس كان في بقى محلات كان اسمها دلع، شقاوه، حاجات كده. تخش المحل انت تسترخص تلاقي الحاجه باتنين ونص، فتجيب شنطه كبيره جدا طبعا، فتلاقي نفسك مجمع اتنين ونص كتير قوي، فدفعت لك مثلا 300 400 جنيه او 500 جنيه، فبتدفع. بس انت راجع بقى معاك شنطه كده، انت فرحان لان معاك حاجات كتيره. صحيح. جدا. كانت دي ارخص حاجه في مصر، محلات ايه؟ كله باتنين ونص. طيب دلوقتي في مواطن اسمه عاصم اسامه عمل حاجه رائعه جدا وكتب بوست والله معبر قوي وضحكني بصراحه. قال لك ارخص حاجه في مصر بقت ب 500 جنيه. يعني يا عاصم؟ قال لك يعني بص، هتاكل 500 جنيه، هتجيب تيشيرت 500 جنيه، هتنزل من بيتك وما تعملش حاجه 500 جنيه.
هتكح. 500 جنيه. ال 500 جنيه اصبحت ماركه مسجله او علامه مسجله، يعني انت دلوقتي احتمال كمان لما تيجي تركن عربيتك والسايس يقول لك تعالى 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 وخش يمين هوب هوب وتلاقي نفسك خبطت في العربيه اللي وراك هوب حاسب 500 جنيه، اي حاجه دلوقتي بقت في مصر ب 500 جنيه، وده بوست معبر جدا عن ارتفاع الاسعار الجنوني في جمهوريه مصر العربيه.